مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Not Okay. الفيلم بيبدأ ببنت اسمها داني بتكون شغالة في مجال التصوير والفوتوشوب في إحدى الشركات، وبتقول لها المديرة بتاعتها إنها قرأت المقال اللي كتبته وإنه سيء جدا، وبتتريق على أسلوبها وبتقول لها إن ده مش مجالها والأفضل إنها تركز في التصوير والتعديل على الصور. بتخرج داني بعد كده من مكتب المديرة وبتقابل زميلتها في الشغل وبيكونوا مش حابينها نهائي والكل بيتجاهلها. بعد كده بتشوف زميلها كولين اليوتيوبر المشهور وبتكون معجبة جدا بشخصيته، بس بتفتكر ان هو كمان مش بيستلطفها فبتتضايق وبتمشي. بترجع داني لمكتبها وبتقابل زميلها كيلفن وبيكون معجب بيها لكنها مش بتبادله نفس الشعور. بتخلص الشغل وبتتجه للبيت، وفي الطريق بنعرف انها بتتابع كاتبة مشهورة اسمها كارولين، وده لانها عاوزة تكون كاتبة ناجحة، وكمان بنعرف انها بتاخد ادوية مضادة للاكتئاب. بعد كده بتقابل كولين وبتنادي عليه عشان تتكلم معاه وبتحاول تلفت انتباهه لكن ما بيكونش مهتم. ولما بيسألها عن دورها في الشركة بتقول له على شغلها وانها قريب هتبقى كاتبة ناجحة، وبيفضل برضه مش مهتم بكلامها، فبتضطر تكذب وتقول له ان جالها دعوة من كاتبة مشهورة وهتسافر باريس قريب، وهنا بيهتم شوية وبعدين بيسيبها وبيمشي. بترجع داني البيت وبتفكر في موضوع باريس علشان تلفت انتباه كولين، بس بتعرف ان التذاكر غالية جدا ومش هتقدر تسافر، وهنا بيجي لها فكرة غريبة شوية. بتقرر تستخدم خبرتها في الفوتوشوب وتعدل صورها كأنها في باريس، وبتكلم مديرتها في الشغل وأهلها وبتقول لهم إنها مسافرة، وبتفضل تتصور وتعدل الصور وفعلا الناس بيصدقوها. بعد فترة بتقدر تلفت انتباه كولين وبيعمل لها فولو على انستجرام، وبكده تبقى عملت اللي هي عايزاه وبتروح تنام. بتصحى تاني يوم وبتتفاجئ لما بتفتح تليفونها بكمية رسائل رهيبة، وبتعرف ان في حدث ارهابي حصل في باريس وخصوصا المكان اللي قالت انها رايحة، وكل الناس بتكلمها عشان يطمنوا عليها. وبتلاقي وسط الرسائل كولين بعت لها وقلقان عليها جدا، فبتقرر تكمل التمثيلية وبتنزل بوست تقول فيه انها بخير وحزينة جدا على الناس اللي ماتت. وبعد كام يوم بيبقى ميعاد رجوع داني من السفر، فبتروح المطار بدري وبتستنى الركاب لما يوصلوا وبتخرج معاهم عشان تمثل على اهلها اللي مستنيينها انها كانت معاهم، وبالفعل بيحضنوها ووالدها بيعيط كمان. بيرجعوا البيت وبيهتموا بيها جدا وبيعملوا لها كل اللي نفسها فيه، ولما بيناموا بتروح لها والدتها عشان تقول لها انها بتحبها، وبتستغرب داني لان دي اول مره والدتها تقول لها كده، وبتفرح بالوضع ده طبعا وباهتمامهم بيها. بتروح الشغل وبتلاقي زمايلها بيسلموا عليها على عكس طبيعتهم، وكمان بتتكلم معاها المديره باسلوب كويس جدا وبتقول لها انها مستعده تعمل عشانها اي حاجه. فبتستغرب داني من اللي بيحصل وبتستغل الموقف وبتطلب منها تكتب مقال عن تجربتها وقت الحادثه، وطبعا المديره بتوافق. بعد كده بيطلب منها زمايلها تحكي لهم اللي حصل، فبتالف داني قصه وبتحكيها لهم وبيكونوا متاثرين جدا، وبعدها بتتفاجئ ان كولين عايز يتكلم معاها فبتروح له وبيقول لها انه مبسوط عشان هي بخير، وبيبان ان في اعجاب متبادل. بتبدا داني تتشهر على السوشيال ميديا وبيجي لها متابعين اكتر، وده بيفرحها وبيخليها تكمل في التمثيليه بتاعتها، وبتبدا تكتب المقال وما بتكونش عارفه تكتب ايه لانها ما شافتش حاجه اساسا، وهنا بتقرر تروح مجالس تقديم الدعم اللي بيكون فيها اشخاص ناجين من عمليات ارهابيه بجد، وده عشان تسمع قصتهم وتعرف تالف قصتها. ولما بتروح هناك بتبدا تسمع قصص ماساويه جدا، ولما بتخلص بتتفاجئ ان فيهم بنت مشهورة على السوشيال ميديا، وبتحاول داني تتعرف عليها فبتقول لها ان اسمها روان، وبتاخد داني رقمها علشان يبقوا صحاب. بترجع داني وبتبحث عن روان على الانترنت وبتتفاجئ بشهرتها الكبيرة وتأثيرها، وبتعمل لها فولو وبتحاول تقرب منها. تاني يوم بتقابلها وبيبدأوا يبقوا صحاب، وبتطلب منها تساعدها في المقال اللي هتكتبه، فبتقول لها روان ان في مكان هيساعدها على ده، وبيروحوا مكان بيكسروا فيه حاجات عشان يطلعوا الطاقة السلبية اللي جواهم، وبتكون روان صادقة جدا في مشاعرها وكلامها على عكس داني. ولما بترجع البيت عشان تكتب المقال بتكون ألفت قصة حزينة بمساعدة روان، وبالفعل بتكتب المقال وبيتنشر. بيقرا المقال كل أصحابها في الشغل ومديرتها كمان، وبيتأثروا بيه جدا، وبينجح المقال وبيتنشر في كل حتة وبيعجب روان، فبتقرر تشيره هي كمان. بتقرب داني أكتر لروان وبتحضر معاها جلساتها، وبتحاول تحذرها روان من الشهرة، وبتقول لها إن الشهرة مش دايما بتكون شيء إيجابي، وإنها لازم تستعد لكره الناس وهجومهم في أي وقت. بعد كده بترجع الشركة وبتحتفل بيها المديرة وزمايلها بمناسبة نجاح المقال، وبيقول لها كيلفن زميلها إن مقالها ساعده يواجه خوفه. وبعد كده بيجي كولين يتكلم معاها ويقول لها إن في حفلة للمشاهير الأسبوع اللي جاي، وبيعرض عليها تحضرها معاه فبتوافق. بيجي يوم الحفلة وبتقابل هناك كولين وبيكون معجب بشكلها جدا، وفجأة بتلاقي كل الناس بيتصوروا معاها وعارفينها، وبعد كده بتقعد مع كولين لوحدهم وبتنشأ ما بينهم علاقة حب. ولما بتخلص الحفلة بتكلمه لكنه مش بيرد عليها، وبتكتشف انه مع صحابه البنات،
فبتتضايق وبتروح لصاحبتها روان وبتلعب كورة معاها ومع أفراد جماعة الدعم وبتقضي هناك وقت سعيد. ولما بيمشوا بتعرض عليها داني يتقابلوا الأسبوع الجاي، لكن روان بتقول إن عندها خطاب مهم لازم تشتغل عليه، فبتعرض عليها داني إنها تساعدها وتحضره معاها كمان، فبتوافق وبتحضنها وبتكون روان معتبرها أختها بجد. بس طبعا داني مش كده. تاني يوم بتكون في شغلها بتتابع شهرتها اللي بتزيد، وبتدخل زميلتها هاربر وبتديها مقال وبتقول لها تنشره، بس داني ما بتكونش فاضية فبتقول لها ببص عليه، وبعدين بتمشي وهي مستعجلة وبتنسى اللابتوب مفتوح. بعد كده بتقابل كولين وبتكون زعلانة منه عشان بيتجاهلها، فبتتجاهله هي كمان، وبتروح عشان تقابل روان وبتبدأ الناس تشجعهم وبيهتفوا عشانهم، وفجأة بيلاقوا شوية شباب بيحدفوا عليهم ألعاب نارية فبتتخض روان وبتبقى مرعوبة، ولما بتتعب بتروح المستشفى على عكس داني. وفي الوقت ده الناس بتهاجم روان لأنها جبانة وهربت من شوية ألعاب نارية، في حين إنها بتشجع الناس وبتدعي إنها شجاعة. ولما بتحكي لداني بتقول لها إن الموضوع بيفكرها بالانفجارات اللي حصلت قدامها وده بيسبب لها الخوف، وبتسألها هي إزاي كانت كويسة وما تخضتش زيها رغم إنها لسه مرة بالتجربة دي قريب. فبتحس داني بالذنب بسبب كذبتها وبتضطر تمشي. تاني يوم بتلاقي داني زميلتها هاربر جاية لها البيت وبتقول لها إنها عرفت الحقيقة لأنها قلبت في اللابتوب بتاعها وعرفت إنه كل ده كان فوتوشوب، وإنها دورت على اسم الكاتبة اللي بعتت لها دعوة لباريس وما كانش في حد أصلا بالاسم ده. وبتبدأ هاربر تلومها على كذبتها وبتعتذر داني وبتبقى متأثرة ومنهارة، بس طبعا دي مش كذبة صغيرة. فبتقول لها هاربر إن قدامها حلين، يا إما تفضحها وتكتب عنها مقال وده طبعا هيساعدها تتشهر بشكل كبير، أو إنها تعرف الناس الحقيقة بنفسها وقدامها يومين عشان تقرر فيهم. بتبقى حزينة جدا بسبب اللي حصل وبتندم على الكذبة، وبتحاول تكلم روان وتعتذر لها وتقول لها الحقيقة لكن ما بتقدرش. تاني يوم بتنشر داني مقالة علشان تعترف بالحقيقة، وبالفعل بتكتبها وبتنشرها، وبيبدأ يجي لها إشعارات وبتتفاجئ بهجوم الناس عليها وبيبدأوا يكرهوها، وفجأة شهرتها بتتحول لسبب تعاستها. بتروح لها روان الشغل وتقول لها إن العالم بقى بيكرهها بسببها وشايفين إنها كدبة زيها، وهنا بتتأثر داني جدا وبتحاول تعتذر لها وتقول لها إنها كدبت في كل حاجة لكنها فعلا بتعتبرها صاحبتها، وبتدخل مديرتها عليهم وبتطلب من داني تسيب المكان وتمشي. بتكتئب داني بسبب كره الناس ليها وبتشوف خبرها في كل حتة والكل بيهاجمها وبيرفضها، وبتبدأ تمسح كل حساباتها من على السوشيال ميديا. وبعد فترة بتحضر جلسات الدعم، والمرة دي بتبقى بشكل حقيقي عشان تتكلم عن حالتها بعد اللي حصل. وبعد أيام بتحضر داني حفلة شعر لروان، وبتقول روان للحضور إنها غيرت القصيدة اللي كانت هتقولها بواحدة تانية مناسبة أكتر. بتبدأ روان قصيدتها بعتبها لداني على تصنعها للمشاعر وعلى تحويل حادث إرهابي مات فيه ضحايا لمجرد شيء للفت الانتباه والشهرة، وبتفكرها إنها كانت أكتر حد بيساعدها وبيدعمها، وبتستغرب إن إزاي رغم كل ده ما فكرتش توقف لعبتها، وإنها كانت كدبة في كل مرة قالت إنها مش كويسة. وفي النهاية بتشكرها لأن بسببها هي بتقول القصيدة دي، ويمكن في يوم تسامحها لكن مستحيل تكون صاحبتها من تاني، وساعتها الكل بيسقف لها وهم فخورين بيها حتى داني. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.